وانتم كعناصر منضمين للجهاز هذا يجب ان تعلموا جيدا انكم ستكونون العيون التي نرى بها ما يحدث في اي مكان، في الشوارع والمضافات وحتى البيوت. وهذا الامر يتطلب ان تعملوا بشكل سري تماما، ولا يمكن لاي فرد في هذه المدينه حتى الوالي نفسه ان يعلم انكم تعملون في الجهاز الامني السري. مفهوم؟ مفهوم. لا اريد اي تقاعس في العمل، اريد تقارير يوميه مفصله عن مجرى الحياه في المدينه. اريد ان اعرف كل صغيره وكبيره تحدث في هذه المدينه. مهما كان الامر بسيطا وتافها، اريد ان اسمع النمله. ماذا تقول للنمله المجاوره؟ حتى الفيروسات ماذا تتهامس فيما بينها؟ وحذاري ثم حذاري ان يتهاون احدكم في عمله او يحجب عني اي معلومه كانت صغيره ام كبيره.